وضعك في الصورة غايتنا. ده الاتحاد الافريقي ودي صفحته الرسمية على فكرة، خش عليها صفحته الرسمية. بص افورة في الاحتفالات وسيلفي وستات بتلبس الميداليات عادي. لا يعني لازم بيان، بيان شديد اللهجة. مش هتيجي ياك خسرتي، يلا عوج الروايد. دابا انت خاسر وباغي تحكم فينا شنو نديرو؟ السي حميده هذيك راه الام ديالو، واش ما عمرك تفرجتي في تشامبيونز ليغ اوروبا ولا؟ الناس راه ملي كتربح كتدخل الزوجات ديالها الوليدات ديالها الاصدقاء ديالها، عندها الحق تدخلهم. اولا نتوما ولفتوا البيانات، يلا دير شي بيان وديه لمحكمه الاسره. وملي توصل لفيفا راه كاين اللي يدخلولك القشعه، راه يوصل شي واحد يدخلولك. قال لك خصنا نديرو بيان علاش هذا السيد دخل الام ديالو وعطاها الميداليه. خاسر وباغي يفرض علينا الشروط، لا حول ولا قوه الا بالله. السي المخرج راه حنا خدامين اصاحبي، شاد الشيء هذا نقراو نسكت؟ كيفاش نقراو نسكت؟ لقجع المتهم بالضغط على الكاف يتحدث عن الفساد في الكره الافريقيه. هذه الشروق ديال الجزائر هذه، واش دخلها ثاني هاد الكراغيله ثاني جابوا معنا؟ وهادو مصاخيت صافي دابا. ودابا دابا كيقلبوا عليك، وملي تهضر كيوليو يجيو يقول لك وانت راك تعس على الجزائر ولا تهضر على الجزائر. اش دخلك دابا ثاني هاد فوزي القجع؟ اش داكم صافي نسيتوا المباراه ساتو عاد نسيتوا عارف مشاكره درتوا عاوتاني هاد القجع؟ هذه السخطه هذه والاحتفالات والفرحه في المغرب والبكاء والنحيط في الجزائر. ترى التغطيه اللي داروا المساخيط ديال القنوات الجزائريه هاد الكراغيله هادو اكثر من اللي داروا الصحف المصريه. كيهضروا على القجع بحال زعما القجع رجع البارح، ما فراسهمش راه ملي فازوا بكاس افريقيا راه كان القجع موجود، وبسبب انه وقف الفساد في الكاف باش هما فازوا بداك اللقب. ترى هاد الكراغيله عجبتهم المغرب وخليهم ينحطوا ويبكيو. ما عرفنا نهضروا مع المصريين ولا نهضروا مع هاد المساخيط ديال الكراغيله. دابا مخشيين معانا، وملي كتهضر وكتناقشهم كيبداو عليك وعلاش تهضر على الجزائر وعلاش راك تعس على الجزائر. دابا شكون اللي داخل فينا؟ حنا ملي كنهضروا عليكم راه غير كنردوا عليكم، غير كنضحكوا بكم، كنجيبوا بكم الوقت. راه نتوما اللي مجندين الاعلام ديالكم والدبلوماسيه ديالكم وجميع الوزراء خدامين على ملف واحد، الصبابط ديالكم حفيتوهم على ملف واحد. داكشي علاش ما درتو حتى شي حاجه في ديك البلاد؟ ديك البلاد كيما خلاتها فرنسا كيف ما بقاتش. اما حنا الا جينا نبداو نهضروا لك على شنو دار في المغرب، شنو تزاد في المغرب، راه ما ينساليوش اصدقائي. راه اي حاجه تحط عليها يدك غتلقى المغرب هو الاول دارها في افريقيا. انت البنيه التحتيه ديال صاحبي ما عندكش، البنيه التحتيه الملاعب ما عندكش، عندك ملعب واحد كيلعبوا فيه الانديه والمنتخب وكلشي كيلعب فيه، والمصيبه معترف به غير من طرف الكاف. ما عندكش ملعب واحد معترف به من طرف الفيفا، وجاي تهضر على فوزي القجع اللي وقف المصريين عند حدهم ووقف التوانسه والخب ديالهم عند حدهم. واش ما عندكم ما يدار ولا؟ اصلا راه ما عندكم ما يدار، اش غديروا؟ بلاد واقفه، الجنرالات جالسين كيضاقوا ببعضياتهم على الحكم، انتم راه مشغولين مع الطوابير الله يحسن العوان، داروا لكم هذه اللهيه ديال المغرب وخلوكم. والله يخليكم لينا، الله يخليكم لينا، تبقاو تضحكونا وتفوجوا علينا. نرجعوا لذاك المصري، مالك صديقي؟ خسرتي الله يعاونك، علاش كتقلب على السيد دخل مولا دخل اختو؟ باغي دير بيان؟ يلا بين لي اسيدي. داكشي اللي صوروا الكراغيله من عارف مشاكره تصوروه انتم، ومن ديوا هذا البيان هذا انا كنصحكم. شوفوا مع عارف مشاكره راه خبير في الفيفا وعندو مع هادشي ديال اعاده المباريات، غيوريكم الزيور غيوريكم منين تدخلوا منين تخرجوا، ويعلمكم تاكلوا المقروط، راه خطير في هادشي ديال المقروط. نصيحه ليك اخي محمود الخطيب، عليك الاستعانه بعارف مشاكره. في هذا الفيديو ديال اليوم غنشوفوا واحد القناه بريطانيه اللي غادا تتكلم على المباراه النهائيه وشنو وقع فيها، بعض الاحداث اللي ما شفناهمش. جا واحد السن من الجمهور ديال الاهلي بغاو يمثلوا تما قدام الامن المغربي، عند بالهم راه نفس الامن اللي عندهم تما، حيت انا مشيت لمصر وعارف الامن ديالهم كيفاش داير، عارف الطريقه اللي كيتعامل بها. ما غاديش نقول كيفاش الامن ديالهم كيتعامل تما، لان الصرامه اللي كيتعامل بها الامن المغربي بعيده كل البعد على الامن المصري. بغاو يجيبوا هذاك التمثيل وداكشي ديال عادل امام الساعه طاحوا في الامن المغربي، خط احمر ما كيتجاوزوش. فنخليكم مع شنو وقع، نتمنى تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. فرحه عارمه وفخر عند جمهور الوداد البيضاوي المغربي الذي انتزع لقب دوري ابطال افريقيا للمره الثالثه، بينما في الجهة المقابلة أصابت الصدمة الجمهور الأهلي المصري طبعا بعد الخسارة بهدفين دون مقابل. الجمهور الأهلاوي المصري أصيب بالصدمة. يعود فضل هذا الفوز للنجم الودادي زهير المترجي الذي قاد فريقه إلى التتويج بإحراز الهدف الأول في الشوط الأول، والذي يعد الهدف الأروع في البطولة كما تقول بعض التقديرات، ثم عاد ليعزز فوز فريقه في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني بهدف في شباك حارس الأهلي محمد الشناوي. المباراة كانت حامية جدا، وبما أنها تلعب على أرض الوداد
الوداد، فحصلت اشتباكات ومشادات بين جمهور الأهلي والأمن المغربي بسبب أماكن جماهير النادي الأهلي على المدرجات. انتشرت صورة لرئيس النادي الأهلي محمود الخطيب أثناء مراسم تسليم الميداليات وكأس البطولة. الخطيب بدا حزينا وغاضبا طبعا بسبب خسارة فريقه، واعتبرها الكثيرون إحراجا لكبار المسؤولين على منصة التتويج بدوري أبطال إفريقيا. لم يقتصر الاستياء فقط على وجه رئيس النادي محمود الخطيب، بل أيضا على وجوه اللاعبين أيضا. فأثناء خروج اللاعبين من أرضية الملعب برزت لقطة مثلا لنجم الأهلي والمنتخب المصري عمر السلية، الذي قرر إلقاء ميداليته الفضية على الأرض، وذلك قبل نزوله للنفق الأرضي. ألقاها على الأرض بشكل غريب وظلت مرمية هناك على أرضية الملعب إلى أن التقطها أحد رجال الأمن وحملها معه. أيضا مشاهدين، كانت هناك الكثير من التغريدات على المباراة وعلى النتيجة أيضا المخيبة لآمال الجمهور المصري. مثلا هنا خالد بيومي المحلل الرياضي المصري يقول: موسيماني يتحمل كل شيء في الملعب من تشكيل لتكتيك إلى تغييرات، فالخلاصة فساد الكاف ما زال مستمرا. والاتحاد المصري للباليه يقول ذلك ربما ساخرا: قد فشل في ملفي مصر والسنغال والأهلي والوداد، ولا توجد لديه رؤية واضحة، والأهلي يقاتل وحيدا جوا وبر الملعب، وربنا يعوض علينا جماهير الكرة المصرية. ماذا يكتب حسن ربيع؟ يقول حسن: على فكرة يا جماعة، الجمهور 90% ساعد على الفوز، لأن دوره كبير جدا والإدارة تتحمل الهزيمة، على الرغم من أن الأهلي كان وحش، كان سيء جدا فنيا، لكن مش من العدل نلعب أمام جمهورهم في النهائي. اللعيبة انهارت نفسيا من صوت الجماهير بعد الجون الأول. أما طارق الهندي فطارق يكتب: لو لعبت المباراة في أي مكان غير ملعب محمد الخامس لم ولن يفوز الأهلي، لأن ببساطة شديدة جدا الأهلي لم يكن مقنع في جميع مباريات البطولة. باختصار، موسيماني استنفد أفكاره مع الأهلي. أما حسناء ترد هذه الحسناء وتقول: الوداد فاز على الأهلي بالنتيجة والأداء والتنظيم، الوداد بطل أبطال إفريقيا قولا وفعلا. في المقابل صرح بيتسو موسيماني وهو المدير الفني لنادي الأهلي حول خسارة دوري أبطال إفريقيا، يقول: الفريق الأفضل هو الذي سيخسر عندما لا يلعب في ملعب محايد وجمهور متساو بين الفريقين، ولذلك فإن صاحب هذا القرار سعيد الآن. وهناك ناس يسألون عن التشكيل والخطة لأني خسرت، لكنني أذكرهم أن الأهلي فاز على الرجاء بنفس التشكيل، والجميع يعرف أن عمر السلية مصاب ولهذا لم يشارك في البداية، وليس لدي علم كيف قيم التنظيم بالجيد للمباراة النهائي. رأيي أن المغاربة فقط من يرون ذلك. طبعا بهذا اللقب مشاهدينا أصبح الوداد البيضاوي المغربي ممثلا للقارة السمراء في كأس العالم للأندية، وثالث المتأهلين للبطولة بعد سياتل ساوندرز الأمريكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى وريال مدريد الإسباني المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا. هذا التأهل جعل فرحة جماهير أو جمهور نادي الوداد عارمة. دعونا نأخذكم إلى جانب من احتفالاتهم التي أضاءت ليلة المدينة.
كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نشوفوا فيديو جديد وديما مغرب.